لو سالنا التجربه الامتع بالنسبه لك انت عندك زمالك واهلي والاتحاد اللي كانت بالنسبه لك ممتعه ممكن تكون عشان برضه ما احطكش في حرج ممتعة دي اقصد مثلا انت في افضل احوالك الفنيه والبدنيه وكان فيها بطولات او انجازات او حاجه يعني ايه المرحله اللي انت كنت شايفها هي بالنسبه لك انت مريح كل مش النادي الافضل هي كل مرحله ولها اه, آه طبعا آه. انا في الزمالك انا طبعا كنت لعيب طالع من الدرجه الثانيه مخصه ما يعرفه خدت لعبت في الزمالك اللي هي اسمي الحمد لله و فالزمالك صاحب فضل علي ان هو نصبر رحيل راح يلعب <مه> فدي مرحله انا كنت انا سعيد بيها <مه> مرحلتي في النادي الاهلي طبعا سعيد اللي يلعب في النادي الاهلي طبعا دي حاجه كبيره جدا لعب خدت بطولات الحمد لله مع النادي الاهلي ولعبت و... فكل مرحله وانا سعيد بيها يعني كل مرحله انا مبسوط بيها فكل مرحله وليها وقتها وليها ظروفها <مه> اللي انا ما... كنت بقوله من شويه في المقدمه مرحله الزمالك والاهلي <مه> الانتقال دي عدت بهدوء انا فاهم ان كان في بعضها في شويه اخبار ساعتها وجو <مه> بس مش من مش من الازمات الكبيره اللي هو لاعب من الزمالك رايح النادي الاهلي كانت بتبقى كويس وانت كمان ايه عشان افكر الناس او في بعض الناس ما تعرفش صغيره في السن مثلا ان انت كنت طالع مع الزمالك متوهج جدا ومنور جدا انت برضو ما كنتش مثلا مش لاعب له قيمه كبيره في الزمالك فرايح الاهلي لا انت كنت متوهج جدا ومشروع لاعب عظيم فايه اللي حصل؟ ما فيش والله دي الامور مشيت بسلاسه كده أه هو طبع الواحد يعني الحمد لله انا مع عمري ما عملت مشكله مثلا عمري ما طلعت جرحت في حد عمري آه ما غلطت في حد عمري ما فدي برضو امور بتتحسب للواحد مم. حتى لو انت خارج من نادي الزمالك مم. مش خارج بجرح في حد صح. او بتغلط في حد وحتى لما الامور في التفاوض مش بشكل مش كويس في مم. الزمالك انا عمري ما طلعت اتكلمت ولا قلت مثلا ده صداع عمل ولا ده جاب ولا ده خالص فدي من ضمن الحاجات برضو اللي هي ايه كانت مهديه الدنيا شويه ازاي لعيب تاني يطلع ممكن يصرح ممكن يتكلم وممكن يقول كلمه ما تعجبش حد الناس تطلع تتكلم عليه فاهم انت كنت ماشي من الزمالك بنهايه عقد صح؟ نهايه عقد اه بنهايه عقد اه وكان وقتها الزمالك بيتفاوض معاك انك تكمل تمام ايه اللي حصل ساعتها؟ انه ما, ما ما حصلش اتفاق في الامور الماليه؟ ما حصلش ما حصلش اتفاق في الامور الماليه اه هو ده كان السبب اه بالظبط فالامور كانت صعبه يعني ان انا اكمل في النادي في الوقت ده الاهلي دخل معاك بالظبط الاهلي كان بيخش معاك في مفاوضات ولا في وكيل قال له يا جماعه خدوا بالكم سابوا رحيل لا لا كان في لا كان في مفاوضات كان معايا كابتن نبيل ابو زيد ساعتها آه وكان ساعتها كابتن مجدي طلبه كان آه. هو اللي ماسك مدير الكوره اه اه فخلصت معايا وخلصت كان اه خلاص زي ما انت قلت كده الامور كانت ماشيه بشكل هادي طب السؤال, أي حاجة. السؤال بقى هي خلصت لامور ماليه ولا خلصت ان انت كنت عايز تلعب بالأهلي حبا في الاهلي ما هو برضه هيجي الناس تقول لك ايه ده لاعب زمالك وبيعشق الزمالك وبيحب الزمالك فايه اللي يخليه يروح الاهلي عشان امور ماليه زياده لا هي مش امور ماليه زياده في فرق كبير طبعا في يعني الفلوس يعني فلوس اولا الفلوس كانت اكتر اه, آه مش امور ماليه بس يعني آه وثانيا طبعا اكيد على اي حد يتمنى يلعب اهلي وزمالك انا كنت حابب ان اروح ساعتها الاهلي اه يعني حتى كنت حابب انا طب السؤال لو م. كان وقتها العرضين واحد واحد يعني لو عرض الزمالك زي عرض الاهلي بس آه ممكن كنت اكمل في الزمالك عشان ساعتها انت مش عارف الخطوه اللي انت هتاخدها دي ازرو يعني ايه ظروف هتقدر تكمل مثلا في أه. يعني في لعيبه كتير راحت النادي الاهلي وما قدرش يكمل ومشت فالخطوه برده ما كانتش سهل انت ان انت تاخد قرار تمشي من الزمالك للاهلي لا الموضوع كان صعب طبعا صعب وتفكير كتير وخد وقت كتير بس طبعا مرحله النادي الاهلي لا انا كنت سعيد بيها وكنت مبسوط بيها جدا وكان شرف لي ان انا موجود جوه النادي الاهلي لو كنت كملت مع نادي الزمالك لو الظروف كانت منطقيه وطبيعيه كنت هتحس انه الكارير بتاعك كان هيبقى افضل من من انتقالك للنادي الاهلي لا لا بص آه. يعني الحمد لله انا راضي بالفتره اللي لعبتها في نادي الزمالك وراضي بالفتره اللي لعبتها في النادي الاهلي هايل آه الحمد لله يعني ان انا برضو رحت النادي الاهلي اخذت بطولات ولعبت ماتشات كتير والحمد لله اسم الواحد برضو بقى, بقى يعني اتقل من الاول فالنادي آه. الاهلي اكيد ضاف للواحد آه. طبعا اه يعني النادي آه. الاهلي أكيد. طبعا يضيف لاي حد صحيح فلا فطبعا انا الحمد لله اي خطوه اخذتها انا آه. راضي عنها جدا يعني